بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عبدا ومساوئ الله. رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، وارحمنا وارحم والدينا وشيخنا وعلماءنا وآل بيت نبينا وذرياتهم وذرياتنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين، واختم لنا ولهم بخاتمة السعادة أجمعين. بارك لنا في أرزاقنا وفي قلوبنا وفي أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اهدنا بأحسن الأخلاق واصرف عنا سيء الأخلاق. اللهم يا رب العالمين يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. املأ قلوبنا ثقة بك وإيمانا بك وتوكلا عليك وتقويما لك وتسليما إليك واستسلاما لحكمك يا رب العالمين، ومحبة فيك ولنبيك وآل بيت نبيك وللصالحين والأولياء. عرفنا بهم وعرفهم بنا وحببنا إليهم وحببهم إلينا، واجعلنا على قدمهم وحققنا بحقائقهم واسلم بنا مسالكهم، واختم لنا ولهم بخاتمة السعادة أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة خشية الشيخ إبراهيم البيدوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي الشجاع رحمه الله تعالى في فقه السادة الشافعية. واليوم فصل في أحكام المساقى، اللي هو التعامل على الأراضي الزراعية. التعامل على الأراضي الزراعية إما أن يكون أرض فضاء تزرع، يعني ليس فيها ثمر أصلا، يزرعها ويحصلها، والتعامل عليها إما يسموه مخابرة أو مزارعة أو إيجار. هذه الثلاث احتمالات. مخابرة يبقى صاحب الأرض يجيب عامل يزرع له، والبذر على العامل والمكسب بينهم، دي اسمها المخابرة، وهذه الصورة غير جائزة على مذهب الشافعي أن يكون البذر على العامل. كويس؟ يبقى المخابرة عند الشافعي لا يجوز. في صورة ثانية إنه يجيب عامل يزرع له أرضه والبذر والتكاليف على المالك، والعامل ياخد جزء من الثمر اللي طال، اللي هو بعد ما يحصد ويبيع يديله جزء متفق عليه، يقول له ليك نصف، ليك الربع، ليك الثلث، على حسب ما يتفق. دي اسمها المزارعه، وبهذه الصوره جاهزه وفيها تفاصيل على المزايا الاخرى. وفي اجاره يديله الارض هو يستعملها زي ما يستعملها، ويديله ايه مقابلها في السنه كذا او في الموسم كذا على حسب ما يتفق بعرف. طيب والارض اللي فيها شجر مثمر يعمل ايه؟ عقد يسموه المساقات. يبقى المساقات في ارض مزروعه شجر مثمر. عند الشافعيه المساقات لا تجوز الا على النخل والعنب. ده على المذهب الجديد، والقديم يجوزها على كل انواع الشجر المثمر، برتقال، مشمش، فراوله، اي حاجه، اي شجر مثمر، تفاح، مانجا، ماشي. ده على المذهب القديم. اللي رجحه الامام النووي والامام الماوردي وكثير من علماء الشافعي، رجحوا القديم على الجديد، ودي من ضمن الحاجات اللي هي يقدم فيها مذهب القديم على الجديد. فهنتكلم النهارده على احكام المساقات. يبقى هنتكلم دلوقتي على احكام ارض مزروعه شجر مثمر. المالك لا يستطيع انه يخدم الشجر
وفي عامل يفهم في خدمة الشجر لكن ما عندوش أرض، يحصل إيه؟ نقوم نجيب العامل ده نشغله في الأرض، يبقى اشتغل واستفدنا بخبرته، والمالك استريح الشجر بتاعه اتخدم. مقابل كده يقول لك نصف الثمر، ثلث الثمر، ربع الثمر، مقابل انه هيقوم بسقي الزرع الشجر ومراعاته لحد ما يثمر ويقطع الثمر ويبيعه، بعد ما يبيعه يتقسموا بقى القسمه اللي هم اتفقوا. المصاريف المتعلقه بالسقي على العامل، لانه نفس العقد اسمه مسقاه جايه من سقي الزرع، يبقى اي حاجه متعلقه بالسقي لو كان السقي بيتحمل اجره يبقى اجره السقي ده على مين؟ على العامل مش على المالك. طب واي حاجه ثابته على الارض لمصلحه الارض والشجر مش لمصلحه الثمر؟ على المالك، لان دي باقيه. هيجيب له مثلا موتور علشان ايه؟ يروي، يبقى الموتور ده على المالك لانه هيفضل. هيحفر مثلا نجره ومسك، يبقى الحفر ده على المالك لانه هيفضل كويس. لكن هينقل ميه من بعيد ويجيب عمال ينقلوا له ميه، يبقى على العامل. فهمت بقى المساله؟ ده باختصار. وعقد المسقى عقد لازم مش جائز، زي ما اتكلمنا في القراض ده عقد جائز، يعني اي طرف من الطرفين ممكن يسقط اي وقت وخلاص. لا، عقد المسقى عقد لازم، يعني ملزم الطرفين بتنفيذ الشروط، بحيث لو اختلفوا راحوا للقاضي، القاضي يلزمهم بالشروط. واضح؟ فهنقرا النهارده فصل في احكام المسقى، وهي لغة مشتقة من السقي، وشرعا دفع الشخص نخلا او شجر عنب، يبقى بيتكلم على الجديد، على المزبل الجديد. كويس؟ لكن على القديم شجر مصبر وخلاص، ما لا قال لك نخل ولا عنب، اي شجر مصبر. فهمت؟ جميع انواع الشجر المصبر. دفع الشخص، الشخص اللي هو المالك هنا، نخلا او شجر عنب لمن يتعهده بسقي وتربيه. يتعهده العامل، فهمت؟ يبقى جاب سيره المالك وجاب سيره العامل. كويس؟ على ان له قدرا معلوما من ثمره، قدر معلوم من الثمر، يقول له ليك نصف الثمره، ليك ربع الثمر، ثلث الثمر، ده القدر المعلوم. لكن لما يطلع الثمر نبقى نحدد بقى، ما احنا ما نعرفش هتدينا ثمر قد ايه، مش عارفين كم طن ولا كم كيلو ولا كم ايه انطار ولا الحاجات دي. لكن نتفق اللي يطلع هياخد نصفه، ياخد ثلثه، ياخد ربعه، يبقى التحديد في ايه؟ في النصيب عند القسمه. واخد بالك؟ انما ما اقولوش مبدئيا انت هتاخد كذا انطار، كذا طن، طب ما انا ما اعرفش هتجيب قد ايه لسه. والمساقاة جائزة على شيئين فقط، جائزة يعني صحيحة على شيئين فقط، النخل والكرم، الكرم اللي هو العنب، ده على المذهب الجديد، يقابله المذهب القديم انها جائزة على كل شجرة مسلمة، فاحنا هنا ماشيين هنا على المذهب الجديد. جائز، يبقى ما يجيش واحد يقول انا عندي بقى ايه بستان فيه شجر مانجا ينفع اتعاقد معاه المساقاة؟ أقول على القديم اه. على القديم اه. على المذهب القديم للشافعي يعني في العراق، رأيه كان في العراق كده لما جه مصر يغير اجتهاده. طب سبب تغيير اجتهاد الإمام الشافعي ليه؟ السبب إن الإمام الشافعي لقى إن لا تجوز الزكاة إلا في العنب والتمر والنخل بس. تجوز الزكاة فيه، إنما الباقيين لا يخرج منه زكاة. كويس؟ وان الاثنين دول ينفعوا بقوت، العنب ممكن يبقى زبيب ويبقى قوت، والبلح بيتحول لتمر ويتخزن في البيت يبقى قوت. كويس؟ فقال لك اه، طالما الرسول تعامل مع النخل والعنب في خيبر يبقى لا نقيس عليها سواها، لعدم الشبه، لعدم وجود الشبه، ولانها عقد على
أجر غير معلوم فهو أصله باطل إلا أنه ترخص فيه والرخص لا يقاس عليه. فهمت بقى سبب تفكير الإمام الشافعي لما ده مصر؟ فراع الإمام الشافعي حجرها يعني ضيقها لما جاء مصر بسبب إيه؟ إنه أعمل فكره فوجد أن ثمار الفواكه الأخرى لا تساوي ولا تشتبه مع النخل والعنب، لأن أولا تمرها لا يخزن ولا يصلح أن يكون يعني ثمرها لا يخزن ولا يصلح أن يكون قوتا، وأنه لا يجب فيه الزكاة، لكن يجب الزكاة لما يبيع ويقبض أموال يبقى يطلع الزكاة من مال، لكن ما يطلعش الزكاة من جنسها، إنما اللي عنده نخل بيطلع الزكاة من جنسها تمر، واخد بالك؟ وأنه لا يجوز العراية، إحنا اتكلمنا على العراية هو بالربا، لا تجوز العراية إلا في النخل والتمر، ولا يجوز الخاص إلا في النخل وفي العنب والإيه والنخل، لكن لا يجوز الخاص في الثمار الثانية أشجار الثانية. كل أسباب الفروق دي خلت الإمام الشافعي يقول لك أنا لا أقيس عليها بقى وأقول سائر الشجر، لأن لا يجوز في الحكم المرخص فيه اللي هو على خلاف الدليل لعذر اني اقيس عليه واعممه، لان الضروره تقدر بقدرها. فهمت بقى سبب خلاف الامام الشافعي؟ لكن العلماء زي الامام النووي وغيره وغيره رجحوا المذهب القديم تيسيرا على الناس بالمعاملات، لان جاء الشرع برفع الحرج، والا اذا اللي عنده شجر غير نخل وعنب مش هيعرف يخدمه ويجور منه. افرض انا عندي زيتون نخل عندي شجر زيتون، فهمت ازاي؟ عندي شجر مشمش، ما هو المشمش برضه بيتحول لمشمشيه ويتخزن بيصبح قوت. في الشام بيمسكوا المشمش ده يعملوه مشمشيه ويشيلوه بالسنين عنده، يبقى يشبه برضه في بعض الاحوال، فهمت؟ وعلشان كده العلماء بعد كده رجحوا راي الامام الشافعي في القديم على رايه في الجديد تيسيرا لمعاملات الناس ورفعا من الحرج. واضح؟ لكن من حيث التفكير كلام الامام الشافعي في الجديد وجيه. يعني الفكر وجيه مقبول، طريقه فقه نفسها مقبوله لدرجه ان العلماء يعني انبسطوا بطريقه تفكيره فيه. لان هو استنبط من حاجه انه هو ما يقدرش يوسع فيها لان هي اصلا مبناها على الرخصه وليس مبناها على العزيمة. واضح؟ فهنا بيقول جائزة على شيئين فقط النخل والكرم، فلا تجوز المساقاة على غيرهما كتين ومشمش. تكتب بقى هنا في الحتة دي خلافا للقديم. وتصح المساقاة من جائز التصرف لنفسه ولصبيه ومجنون بالولاية عليهم، يبقى المالك لازم يكون ايه جائز التصرف، ما يكونش مجنون ولا سفيه ولا محجور عليه ولا صغير في السن، لازم يبقى كمان ايه يعني رشيد مدرك، يبقى جائز التصرف لنفسي ولصبي ومجنون بالولايه. افرض ان انا بقيت ولي على مال صبي صغير، اخويا مات وساب لي ولاده صغيرين وسايب لي بساتين كتيره فيها نخل، ملك العيال دي بس انا الوالي بتاعهم، انا بقى اتفق لهم بالنيابة عنه، وإن كنت مش مالك، لأن أنا هنا مسؤول بالولاية على القسطة، واخد بالك؟ ولصبي ومجنون بالولاية عليهما عند المصلحة، وصيغتها ساقيتك على هذا النخل بكذا أو سلمته إليك لتتعهده ونحو ذلك، ويشترط قبول العامل، إن العامل يقول قبلت. يبقى يشترط في الصيغة إنه إيه؟ الإيجاب والقبول، وغالبا الإيجاب في المساقاة من المالك. والقبول يكون من العامل. ولها اي للمساقاة شرطان، احدهما ان يقدرها المالك بمده معلومه كسنه هلاليه، بخلاف القران، القران ما يحددلوش مده، فاكر هناك القران؟ هنا يحدد له مده، بس يحدد له مده يكون غالبا الشجر يصبر عشان ياخد حقه، مش كده برضه؟ كسنة هلالية، ولا يجوز تقديرها بإدراك الثمرة بالأصح. ما يقولوش مثلا إيه لما الثمرة تثمر ويكتبها له كده، لأن افرض إن السنة دي كانت آفة وما حصلش ثمرة.
يبقى معناه يقعد معايا بقى 10 سنين على ما نعالج النفس؟ لا، يبقى كفايه سنه هلاليه، واخد بالك، واحنا ونصيبنا مع بعض. لان في الغالب انها تصبح في خلال السنه الهلاليه. وفي الاصح، شوف بقى في الاصح، يبقى في دليل ان في مقابل للاصح وجه تاني ايه يخالف ذلك. والثاني ان يعين المالك للعامل جزءا معلوما. لازم يبقى العامل اللي بيشتغل عارف هياخد قد ايه من الثمر، فاهم، علشان ما يجيش في الاخر المالك يستاثر بالحكايه ويقول لك لا انا كنت جايبك ماجرك. ما ينفعش، فهمت؟ لان هو هينفق كمان، هينفق ستاك على حسابه، والعمال اللي هيشيلوا له الميه واللي هيسهروا على السقي واللي هيعملوا صيانه للموتور اللي بيرفع الميه، كل دي مصاريف على العامل. يبقى لازم عارف ازاي هيوضها وازاي يكسب. فهمت؟ مثلا موبيلات لا التانية، الحاجات التانية الخاصة بالشجر، بالشجر دي على المالك مش على العامل، اللي هتفضل على الشجر. وهتيجي دلوقتي يقول لك ايه العمل اللي هو المسؤول عنه العامل يتكلفه، وايه الحاجات المسؤول عنها المالك يتكلفه. خدت بالك؟ والثاني ان يعين المالك للعامل جزءا معلوما من الثمرة كنصفها او ثلثها. فلو قال المالك للعامل على ان ما فتح الله به من الثمره يكون بيننا، لو قال له كده صح ويكون مناصفه. لو قال له احنا بيننا الثمره، بيننا، يبقى خلاص واختلفوا، القاضي يحكم ايه؟ بالمناصفه، يبقى نصف الثمره. ثم العمل فيها على ضربين نوعين، احدها عمل يعود نحو الى الثمره كسقي النخل وتلقيحه بوضع شيء من طبع الذكور في طبع الاناث، فهو على العامل. يبقى اي حاجه في مصلحه الثمره على العامل، واي حاجه في مصلحه النخله والاصول والارض على المالك. الحاجه اللي تبقى ينفق عليها المالك لان هو المالك، والحاجه اللي هي هتضيع مع الثمره وهتتقسم يبقى ايه؟ على العامل، لانه هياخد نصيبه من الثمره. واضح؟ والثاني عمل يعود نفعه الى الارض كنصب الدولاب، الدولاب اللي هو زي الساقيه، يعني الحاجات اللي هي ايه بيرفع بيها الميه، كنصب الدولاب وحط. احنا دلوقتي نحط نسميه الموتور، يقول لك ما جاي موتور ري او اله حرث، الالات الثابته، الحاجات الثابته دي تبقى على المال. كنصب الدولاب وحفر الانهار فهو على رب المال اللي هو المالك. ولا يجوز ان يشرط المالك على العامل شيئا ليس من اعمال المساقه، كحفر النهر، ما ينفعش يشرط على المالك على العامل ان يعمل حاجات دايما. فهمت ازاي؟ لو شرط يبقى عقد المساقات. كحفر النهر، ويشترط ايضا انفراد العامل بالعمل. فلو شرط رب المال عمل غلامه مع العامل لم يصح. لو رب المال المالك قال له أنا الخدم بتوعي يشتغلوا معاك، ما يصحش، لأن دخل له شريك بلا داعي. فهمت؟ هو مش هيقبله. لكن افرض العامل نفسه جاب ولاده وساعده، يجيب ولاده، هو عليه نفقتهم. فهمت ازاي؟ ويشترط أيضا انفراد العامل بالعمل، فلو شرط رب المال عمل غلامه مع العامل لم يصح، واعلم أن عقد المساقات لازم من الطرفين. ولو خرج الثمر مستحقا كأن أوصى بثمرة النخل المساق عليها، فللعامل على رب المال أجرة المثل لعمله. يعني افرض ان هنشرحها بعدين حكاية الثمر. يعني كأنه الثمر اللي طلع ده طلع ان الراجل المالك ده عليه ديون، فهتستغرق الثمر بتاعه كله. طب والعامل هياخد نصيبه منين؟ يوم يبقى ايه؟ المالك يديله اجر المثل. فهمتني ازاي؟ مقابل عمله يعني. نشوف بقى كلام الشيخ البيجوني في الكلام السابق. فصل في احكام المساقات كالجواز الاتي في قول المصنف والمساقات جاهزه. ولما كانت شبيهه بالقرار في العمل في شيء ببعض المناهج وفي جهاله العوض، لان في القرار
ما بيعرفش الربح، الربح قد ايه، وفي نفس الوقت بينمي المال، واخد بالك، واجرته ببعض ايه، ببعض نمائه، لانه لا يعلم قدره اللي هو الربح فيهما، وان كان معلوما بالجزئيه اللي في نصف الربح، لكن الربح قد ايه ما نعرفش، اما نكسب بقى نشوف. وشبيهه بالاجاره في اللزوم والتأقيت جعلت بينهم، يعني تشبه الإجارة بأن الإجارة لازمة وعقد المساقاة لازم، كويس، وأن الإجارة مؤقتة وعقد المساقاة مؤقت، لكن في نفس الوقت تشبه القرار بأنه بيعمل في غير ماله على أجره من نمائه، واخد بالك، وأن قدر القدر اللي هياخده على التحديد ما يعرفوش، لانه لسه ما وزنش الثمر، زي القرار ما يعرفش الربح قد ايه، واضح؟ فخلوها بين الاجاره وبين القرار، عشان كده ابواب الفقه عملت القرار وبعديه المستقام وبعديها الاجاره، فخلوا المستقام في النص عشان تشبه دي وتشبه دي من كده، فهمت؟ ده سبب الترتيب في كتب الفقه يعني. جعلت بينهما، يعني جعلت في الترتيب في الذكر بين القرار وبين الإدارة. يعني كمان لما تجيب معظم كتب الفقه تجيب في الفهرس تلاقي تملي القرار وراء المساقاة وراء الإدارة، ويحطها لك ده السبب الترتيب يعني. والأصل فيها اللي هو الدليل، خبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم عامل أهل خيبر على نخلها وأرضها على ما يخرج منها من ثمر أو زرع. النبي ما تعملش معاهم على عنب، كانت خيبر نخل، بس قاسوا عليه العنب لأنه تجب فيه الزكاة، واخد بالك، بالقياس، فقال لك العنب قياسا على النخل، واضح؟ على ما يخرج منها من ثمر أو زرع، لأنه لما فتحها صلى الله عليه وسلم ملك نخلها وزرعها، فصار الزرع من عند المالك، فقام مقام البذر، فكانت مساقاة ومزارعة، مزارعة يعني الأرض اللي بين الشجر، ممكن يكون مساحة كبيرة شوية بين الشجر، يقدر يزرعها، فيبقى المزارعة هنا داخلة ضمنا للمساقاة وليست منفصلة عنه، فهمت؟ فعلشان كده دخل فيها المساقاة والمزارعة، والمزارعة يبقى البزرع المالك، إنما المخابرة البزرع العامل، وده باطل عندنا. وسيأتي أن المزارعة تصح تبعا للمساقاة، المزارعة في مذهبنا إحنا تصح تبعا للمساقاة، طب مش غير تبع للمساقاة ما تنفعش، اشتغل بالإيجار، واضح؟ طب واللي بيعملوه الجماعه في الارياف؟ على مذهب ثاني غير الشافعي. ده على مذهب الحنابله، مذهب الاحناف، مش على مذهب الشافعي. فهمت؟ القائد في الارياف. فهمت بقى المساله؟ لكن على مذهب الشافعي ما ينفعش الايه التعامل بالطريقه. وسياتي ان المزارعه تصح تبعا للمساقاة والحاجة داعية اليها. لأن مالك الأشجار، الحاجة داعية إليها يعني حاجة الناس، لأن مالك الأشجار قد لا يحسن العمل فيه، يبقى راجل كبير أو راجل ما يفهمش في تربية الشجر، أو قاعد كده راجل موظف قاعد في القاهرة ما يعرفش حياة الأرياف، وبعدين ملك بقى بالإرث بقى عنده يعني ثمار كثيرة وأشجار ورثها من أجداده، فلو ما عملش عقد مساقاة هتجوه منه، واخد بالك، هو ما يفهمش يراعيها، يعني حتى لو راح وقعد جنبها ما يعرفش يراعيها، ما عندوش خبره، يقوم يحتاج لحد عنده خبره يقول له بيه، فهمت بقى ازاي؟ لأن مالك الأشجار قد لا يحسن العمل فيها أو لا يتفرغ له، ومن يحسن ويتفرغ قد لا يكون له أشجار، يبقى راجل فلاح في الأرض وفاهم كل حاجة، لكن ما عندوش ملك، طب ده يبيع، واللي عنده ملك ما يعرفش يخدم. يقوم ايه الشرع يخلي بقى ايه اللي عنده ملك يشغل اللي ما عندوش ملك، ويبقى في تعامل، وده يكسب وده يكسب.
فيحتاج ذاك الى الاستعمال ذاك اللي هو المالك. وهذا اللي هو اشاره للقريب اللي كان بيتكلم على العامل، وهذا الى العمل. فعشان كده ذاك، لانه اتكلم على الملك الاول وبعد كده جاب سيره العامل، فقال لك ذاك يبقى يعود على الاولاني الجيد، وهذا يعود على ايه؟ على الاقرب. وهذا الى العمل. ولو اقتراه المالك قال لك طب ما بلاش المستقاوي اجره يا اخي، يجيبه يقول له اشتغل عندي بالاجره، بس الاجره هتلزمه في الحال، ويمكن الملك ما عندوش سيوله. لو اقتراه يعني اجره، يبقى معناه هيديله اجره يوميه. طب الملك يمكن ما عندوش لسه سيوله، لان لسه الشجر ما ثمرش وما باعش. ولو اقتراه المالك لزمته الاجره في الحال، وقد لا يحصل له شيء من الثمار، وقد يتهاون العامل كمان في الخدمه، يقول لك ما انا واخد اجرتي كده كده. فهمت ازاي؟ يوم يتهاون في الخدمه، يبقى ارهقنا المالك وخلينا يدفع مقدم، وخلينا العامل ممكن يبقى تنبل ويكسل لانه ضامن اجرته سواء ثمر ولا ما اثمرش. وفي نفس الوقت ايه؟ ان قد ينتهي الموسم والثمر يبقى قليل، ما يجيبش تكلفة اللي صرفه، مش كده؟ أو ما يصبرش خالص. كل السبب ده أجاز الشارع بقى إن يخلي العامل يشتغل على جزء من الثمر ويجتهد، لأن الثمر هيبقى ليه في نصيب، يبقى هيجتهد. تقوم الملك ينام في البيت وعارف إن العامل مش هيقصر. ليه؟ لأنه لو قصر هو اللي هيخسر. واضح الكلام؟ ولو اقتراه المالك لزمته الأجرة في الحال، وقد لا يحصل له شيء من الثمار، ويتهاون العامل في العمل. وأركانها ستة، مالك وعامل، ممكن نخليهم خمسة. نخلي المالك والعامل العاقدان، يبقى حاجة واحدة مثلا، زي ما قال الخطيب الشربيني. وأركانها ستة، مالك وعامل وعمل اللي هو المجهود اللي هيبذله اللي هو السقف، ومورد يعني حاجة يعد عليه العمل اللي هو الشجر، وثمر اللي هو هيطلع ويبيعوه، وصيغة اللي هو يقول له ساقيتك على نصف الثمر، والثاني يقول له قبلت، ادي الصيغة. وكلها تعلم مما يأتي. قوله وهي أي المساقات، وقول مشتقة أي مأخوذة، وقول من الساقي بفتح السين وسكون القاف وتخفيف الياء، وإنما أخذت منه لاحتياجها إليه غالبا، لأنه أنفع عمله وأكثرها مؤنة، لا سيما في أرض الحجاز فإنهم يسقون من الآبار. والسقي من الآبار يحتاج لنقل مية، فده بيتكلف. ويصح ضبطه بكسر القاف وتشديد الياء، السقي السقي، وهو صغار النخل، يا اما جايه من السقي اللي هي السقايه، او جايه من السقي اللي هو النخل الصغير يسموه السقي. وانما اخذت منه على هذا لانه موردها، يعني هو محل العمل. فهمت؟ الشجر نفسه ده هو ده محل العمل، يشتغل فيه. والاول ان هي جايه من السقي هو الاظهر، لأن السقي عليه، السقي عليه مصدر، كلمة السقي ده مصدر، مش كده برضو؟ والاشتقاق من مصدر معهود، إنما السقي ده اسم للنخل، والاشتقاق من الاسم مش معهود. فهمت بقى؟ عشان كده يبقى إيه؟ الأولى إنها تبقى مشتقة من السقاية. لأن السقي عليه مصدر فالاشتقاق منه ظاهر، بخلاف الثاني فإن السقي عليه ليس مصدرا، فلا يظهر الاشتقاق منه إلا أن يراد به مطلق الأخذ كما أشرنا إليه. يعني إيه؟ على الوجه الثاني اللي هي جاية من السقي ونسميها سقاية، يقول لك ده بس مجرد إيه؟ إننا أخذنا بس من هنا تشابه اللفظ وسميناها سقاية. لكن الراجح إن هي مش جاية من السقي، ده هي جاية من السقي. واضح؟ قوله وشرعا عطف على لغة، وقوله دفع الشخص
نخلا أو شجر عنب لمن يتعاهده بسقف وتربية. هنا درع الشخص أي بصيغة نحو ساقيتك على هذا النخل أو العنب أو أسلمته إليك لتتعهده بكذا فيقبل، كما سيذكره الشارح بقول وصيغتها إلى آخره. والشخص هو المالك، ومن يتعهده هو العامل. وقوله نخلة شجر عنب هو المورد، يعني اللي هيرد عليه الخدمة. وشرطه كونه مغروسا معينا مرئيا بيد عامل. لازم يبقى ايه؟ شجر مغروس قدامه شايفه، مش تجيب له ارض فضاء تقول له ايه تسقي النخل اللي هينبت هنا. تمام؟ فاهم؟ يبقى لازم يكون ايه شايفه. وشرطه كونه مغروسا معينا مرئيا بيد عامل لم يرد صلاح ثمره، فلا تصح على غير مغروس. كوزن الودي اللي هو ايه؟ صغار النخل الصغيره دي، النخله بتاخد لها خدمه 7-8 سنين على ما تثمر. فده هيقعد يخدمك 8 سنين وما ياخدش حاجه على ما تثمر، صعب. وهو صغار النخل ليغرسه ويتعهده، فتكون الثمره بينهما كما لو سلمه بذر ليزرعه. في المزارعه البذر ملك المالك، ولان الغرس ليس من عمل المساقاة فضمه اليه يفسده، لان من عمل المساقاة القيام على رعايه الشجر الموجود. انما البذر والغرس دي مش من عمل المساقاة، فضمه اليه يفسده ولا على مبهم. هو عنده مثلا ايه؟ نخل في الصعيد، وعنده نخل فوق البحر، وعنده نخل في ليبيا، وعنده نخل في الواحات. يقول له انا ساقيتك على احد بساتيني، ما ينفعش. ايه احد بساتيني؟ انهي بلد؟ في انهي بلد؟ ما انت عندك في كل حته. يبقى لازم يحدد له الموقع كمان. فاهم؟ لازم يحدد له الموقع. عشان كده بيقول لك ولا على مبهم، ما يقولوش كأحد البساتين ولا غير مرئي، وكمان ما يشوفش العامل، ما يكونش عايله وراح شرب. مش نبقى احنا قاعدين في اسكندريه وبنتفق على سقي نخل في سوهاج، والعامل قاعد معايا في اسكندريه وما راحش سوهاج ابدا قبل كده. طب ما يروح الاول يشوف المكان ويشوف هيسقي ازاي ويعمل ازاي ويعايل وعنده كم شجره وهتكلفه قد ايه ويرتب، وبعدين يجي يقابلني بعد كده. فما ينفعش ايه يبقى في جهاله. ولا غير مرئي، ولا كونه بغير يد العامل كيد المالك، ولا على ما بدا صلاح ثمنه لفوات معظم الاعمال. وما ينفعش برضه تتفق معاه على السقف ويكون النخل خلاص اصبر ومليان والعراجين مليانه، واقول له مسقطه ده هو لسه ما خدمش، هيجي ياخدها؟ فهمت ازاي؟ لكن لو تبرع، معلش افرض ان الملك عايز يديله يا اخي من عنده تبرع، يبقى يجوز التبرع، لكن ما يبقاش عقد بقى مساقاة، وهيبقى هنا عقد جاهز مش عقد لازم. واضح؟ وقوله بسقي وتنمية هو العمل. السقي والتنمية هو العمل اللي هيقوم بيه. وشرطه ألا يشترط على المالك أو العامل ما ليس عليه. فلو شرط على العامل ان يبني جدار الحديقه يقول له بس تبني لها سور، ما ينفعش. السور ده على المالك مش على العامل. فلو شرط على العامل ان يبني جدار الحديقه او على المالك تنقيه النهر، النهر اللي جنب الحديقه اللي هو هياخد منه الميه ده، في شويه طحالب، في شويه حاجات، سد المجرى بتاع المسقه ده اللي يقوم بيها العامل، لان دي متعلقه بالسقف. فهمت ازاي؟ ما يقومش بيها المالك، فيجيب لي عمال تنظف وبعدين يحسبني عليهم، ما ينفعش. هو اللي يحاسب. فهمت بقى؟ لكن لو حفر النهر نفسه يبقى على المالك بقى. انما تنقيه النهر لا، ده على العامل. فهمت؟ وقد ذكر الشيخ
شارح الصنف قوي على أن له قدرا معلوما من ثمره، والمراد كونه معلوما بالجزئية كربع وثلث، بخلاف ما لو كان معلوما بغير الجزئية كمنطرة أو قنطرين، ويشترك اختصاصه بالعاقدين، فلا يجوز شرط بعضه لغيرهما ولا شرط كله للمالك. يعني ما يقولوش مثلا المالك بقى صاحب الشجر، يقول له انت هتاخد نصف الثمر بعد ما طلع تلته لولاد اخويا الايتام دول، ما ينفعش. مش شغلانه ثانيه ما ينفعش. انت بقى تطلع تلته لولاد اخوك دي من نصيبك، انا مش هطلعه لي من الكل، وانا هصرف، انا العامل هيصرف على اولاد اخوك الايتام، فهمت ازاي؟ فما ينفعش، لازم يبقى بين الملك والعامل، ما يجيبلوش طرف ثالث. واضح؟ فلا يجوز شرط بعضه لغيرهما ولا شرط كله للمالك، ولا برضه يشرط عليه يقول له بس الثمر كله ليه؟ ما ينفعش. ولا يستحق في هذه العامل اجره. طب افرض العامل قبل قال له اشتغل واسقي واعمل والثمر كله ليه؟ قام العامل قبل شهامه كده قال له ماله، انت اصل البستان بتاعك ده جنب ارضي، فانا مش هكلفني حاجه، وانا بس ارضي يا دوب هرفع البتاع كده الميه هتخش، وبعد ما ساقه ولقى الثمر حلو كده وبتاع يروح يشتكيني ما ادانيش اجره. طب ما انت كنت موافق، انت قايل لي انا مش هاخد، وانا قلت لك خلاص انت متبرع. فلو شرط عليه ان كله له وقبل يبقى ليس له شيء لانه متبرع، فهمت بقى ازاي؟ طب افرض اتفقنا ان هديله نصف الثمر وجيت كلته عليه، واخد بالك؟ يوم ايه؟ يوم اعمل ايه؟ القاضي، القاضي يلزمني ان انا اديله اجره كانه كان موظف عندي، اشتغل قد ايه سنه؟ والسنه العامل ياخد فيها شغل قد ايه في السنه دي؟ اه ياخد له 20,000 جنيه، خد 20,000 جنيه. اذا كان مثلا بياخد له 2000 جنيه في الشهر والسنه 12 شهر يبقى ليك 24,000، خد 24، كانه عامل بالاجره. فاهم؟ او يوميته يحسب له اشتغل كام يوم، يوميه العامل ب 50 جنيه يضربها في عدد الايام اللي قعدها، يبقى ثابت كده ومتاجر. فهمت ازاي؟ زي ما قلنا في القرار، نفس الكلام ده قلناه في القرار. ولا يستحق في هذه العامل أجرة، لو شرط أن كله للمالك لا يستحق في هذه، في هذه الحالة يعني العامل أجرة، لأنه عامل غير طامع لأنه متبرع. واضح؟ كما في القراض، فيؤخذ من هذا التعريف جميع الأركان الستة المتقدمة. واعلم أن النخل والعنب يخالفان غيرهما من بقية الأشجار. هيقول لك سبب ايه ان الامام الشافعي قصر على النخل والعنب؟ يقول لك ان النخل والعنب يخالفان غيرهما من بقيه الاشجار في اربعه امور: الزكاه والخرص وبيع العرايه والمساقاه. كويس؟ واختلفوا ايهما افضل. كل ده طبعا خلافا للقديم زي ما قلنا. واختلفوا ايهما افضل، النخل ولا العنب؟ أيهما أفضل؟ العلماء يقعدوا يفكروا، النخل أفضل ولا العنب أفضل؟ فهمت إزاي؟ والراجح أن النخل أفضل لورود أكرموا عماتكم النخل المطعمات في المحل، وإن تكل ما فيه، الحديث ده أصله ضعيف أوي، ضعيف أسناد أوي يعني شكل الولد، وإن تكل ما فيه، ليه عماتكم النخل؟ يعني في خبر برضه ضعيف انها خلقت من بقيه طينه ادم، فعشان كده سموها ايه؟ عمتكم النخل. واصل النخله دي فيها حاجه غريبه. سيدي محي الدين العربي مثلا قال لك ايه؟ ان ربنا خلق الجماد وخلق النبات وخلق الحيوان وخلق الانسان على القمه. كويس؟ فادنى حاجه الجماد، واعلى حاجه في القمه الانسان. بين كل طبقة وطبقة في حاجة فيها صفات الطبقتين واصلة، حاجة واصلة، نفس الفكرة الداروينية، بس على ايه؟ مش معناها انها تطورت منها، لا، ده معناها التدرج الخلق.
جاء داروين قال إن هي تطورت منها وده غلط. لكن سيدي محي الدين العربي أصل في ناس يقول لك محي الدين العربي قال فكرة داروين من زمان، لا ما قالش فكرة داروين، أنت ما فهمتش كلامه. فاهم إزاي؟ المهم سيدي محي الدين العربي يقول لك إيه؟ يقول لك إحنا عندنا جماد وعندنا بعد كده نبات، طب إيه الحلقة الوسطى اللي بين النبات والجماد؟ قال لك الكمأة. الكمأة. الكمأة دي تشوفها كده تشوفها كأنها حبك. وفي نفس الوقت هي نبات بتنمو. واخد بالك ازاي؟ لكن هي شكلها حبك. ودي تلاقيها في العراق. الكمأة وينها المن؟ المن والسلو. خدت بالك؟ فقال لك الكمأة هي الحلق الحلقة الواصلة بين الجماد وبين النبات. اللي هي تشبه الجماد في جهة وتشبه النبات في جهة. كويس؟ طب والحلقة الواصلة اللي بين النبات وبين الحيوان؟ قال لك النخلة. لأن النخلة ذكر وأنثى. فتشبه الحيوان بالذكور والأنوثة. مش كده؟ وإنها تحتاج تلقيح. إنما النباتات التانية تلقيح ذاتي. مش كده برضه؟ لكن الحيوان مفيش تلقيح ذاتي. بيحتاج تلقيح خارجي. يبقى وحاجة تالتة إنها بتشرب براسها وإن لو قطعت راسها تموت. فجعل النخلة وصل بين الحيوان بين النبات وبين الحيوان. زي الكمأة وصل بين الجماد وبين النبات. فهمت بقى؟ وجعل القرد وسط بين الحيوان وبين الإنسان. فهمتني بقى ازاي؟ وهكذا بقى ايه الترتيب الخلقه يعني. بس الكلام ده مش معناه ان ده تطور من ده، لا. لكن ده تدرج الخلق بفعل الله. لكن الكمأة مخلوقه كامله من الاول، مش كان في يوم من الايام حجر وبعدين تطورت بعد ملايين السنين من الكمأة. لا، داروين قال كده ان هي تطورت بالتطور الانتخاب الطبيعي وايه وبالعشوائيه اللي هي مع ملايين السنين ممكن تنتج حاجة مثمرة، اللي هي بعد كده قالوا عليها الفوضى الخلاقة، اللي هي نشأت برضه من الفكرة الدارونية القديمة. فاهم؟ فناخد بالنا الفرق بين الكلام الأولية، لأن في ناس تعرف ابن عربي ما فهموش كلامه، ولا بيقول كلام يشبه الدارون، ما قالش كلام. لو فهمت كلام الأولية تفهم حاجة تانية مختلفة. فعشان كده قالوا إن النخلة أفضل من العنبة. لأن هي دي على قمة رأس الحياة النباتية. والعنب فين؟ تحت لسه. يبقى الأرض هي النخلة. فاهم؟ دي يعني حضرتك ثم يعني ثم الوسطية بين الناس؟ لا، اللي هي التدرج، ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق في تدرج علشان ما تحسش إن في جفوة بين الكائنات، بحيث إن الكائنات كلها كل ينتفع ببعضه. يحصل نوع من التكامل. تقوم يبقى الخلق والاكوان فيها نوع من التكامل. ادي كل حاجه، في صغير وفي كبير وفي متوسط وفي ده يتغذى على ده واللي بيتغذى على ده يتغذى على دي حاجه ثانيه، ويبقى في توازن في البيئه. فربنا خلق الاكوان على هذا التوازن من كل شيء موزون. مش كده برضه؟ يا استاذ داروين سابق ال لا داروين ده جاي من لا 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 ده محي الدين ابن عربي ده في القرن السادس الهجري. ايه مش حضرتهم هي جت ورا؟ ايه؟ حضرتهم جت متاخره. جايه متاخره. ما هم بقى بيقول لك ان داروين خطفها من محي الدين ابن عربي وقرا كلامه وبعدين كتبها بطريقه بيولوجيه. محي الدين ابن عربي ما قصدش الكلام اللي قاله داروين. يبقى السامعين هم اللي غلط. طبعا طبعا هو يعني افتروا عليه، افتروا عليه ادي كله. لان داروين بيعتبر ان القرد فضل القرد ملايين السنين وبعدين طلع من القرد انسان. احنا بنقول لا، الانسان بدايته ادم مش بدايته ادم. فاهم؟ وكل كائن له ادم وحواء بتاعته. فهمتني بقى؟ لكن ما فيش مثلا دوده لما بعد ملايين السنين تبقى كتكوت، والكتكوت بعد ملايين السنين يبقى لعان. ما هو داروين بيقول كده، اللي انت بتضحك عليه ده داروين بيقول عليه. فهي حاجه مضحكه فعلا، لانها تخالف حتى العقل المتزن. علشان ينكر الاله، ينكر الفاعل، عايز يقول لك ان الكون ده قاعد بيخبط في بعضه كده وبيتولد من بعضه. ومفيش اله فاعل، ادي الحكايه. هو فكر مادي ينكر الاله سبحانه وتعالى.
انا بس ايه جت في بالي اقول لك الحته دي، لان لقيت بعض الناس بيعترضوا على محي الدين ابن عربي ويقول لك ان هو اللي بذر بذره الكفر اللي طلع بيها لداروين وشعبه، هو محي الدين ابن عربي اللي بذرها؟ ده ما فهمتوش انتوا ما فهمتوش، ده كان راجل امام الاولياء، ازاي تقول عليه كافر؟ لا لازم الواحد ايه يهدى شويه كده لما يقعد يقول. وان تقل لما فيه اللي هو عمتكم النخل، الحديث ضعيف، وانما قيل لها عمات لانها خلقت من فضل طينه ادم، برضه دي برضه الحته دي برضه ضعيفه. والنخل مقدم على العنب في جميع القران، وشبه صلى الله عليه وسلم النخل بالمؤمن في كونها تنفع بجميع اجزائها. مش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان من الشجر شجره تشبه المؤمن؟ ايه هي؟ سال الصحابه وفي الاخر قال لهم النخله. والنخل مقدم على العنب في جميع القرآن، وشبه صلى الله عليه وسلم النخل بالمؤمن في كونها تنفع بجميع أجزائها. وعين الدجال بحبة العنب لأنها أصل الخمر وهي أم الخبائث، كل ده يخلي العنب يتأخر والنخلة تتقدم. قول والمساقاة جائزة أي صحيحة وحلال، فإن الجواز بمعنى الصحة، والحل المقابل للبطلان، والحل المقابل للبطلان لا من الجواز المقابل للزوم، فلا ينافي أنها لازمة من الجانبين. أصل ساعات يقول لك إيه؟ المساقاة جائزة، وفي الآخر يقول لك عقد لازم، يقول لك منين جائزة ومنين عقد؟ لا، جائزة هنا بمعنى صحيحة، ولازمة هنا بمعنى لزوم نفاذ. فهمت إزاي؟ مفيش تناقض. فلا ينافي انها لازمه من الجانبين كما سيصرح به الشارح، فاندفع الاعتراض بانها لازمه فكيف يقول جائزه؟ قول على شيئين فقط اي دون غيرهما فهي مختصه بهما، وقول النخل والكرم بدل من شيئين بالنظر لكلام الشارح، وان كان في كلام المصنف مجرورين بالحرف، وهو وقول النخل والكرم بدل من شيئين، يعني هقول النخلي والقرني على ان هي بيقول من شيئين، قال ايه النخلي والقرني، فبدل بعض من كل وتبقى مجروره يعني. وهو على اما صحتها على النخل فللخبر السابق مجرورين بالحرف، وهو على الحرف اللي هو على، اما صحتها على النخل فللخبر السابق، يعني حقه كان يحط فصل بس ما كانوش بيحطوا على منطقه. اما صحتها على النخل فللخبر السابق اللي هو خبر ايه؟ خيبر. وتصح على النخل ولو ذكورا كما اقتضى اطلاق المصنف وصرح به الخفاف، ومثله العنب لانه ملحق بالنخل بجامع وجوب الزكاة وتأتي الخبز، ده سبب ان الامام الشافعي دخل مع النخل العنب ان الاثنين يجب فيهم الزكاة وايه والخبز. وقد ورد النهي عن تسمية العنب كرما، قال صلى الله عليه وسلم لا تسموا العنب كرما انما الكرم الرجل المسلم. كانت العرب ليه بتسمي العنب كرم؟ والكرم اسم من اسماء الخمر، لان الواحد لما بيسكر بيبقى كريم قوي، طلع كل اللي معاه بيبقى كريم كده، برضه مش دريان بقى بيفقد وعيه، فسموا ايه الخمر كرم لانها تؤدي الى الكرم. فهمت ازاي؟ يبقى مش وعي بقى، يقوم يطلع من ايه من كل املاكه. لكن النبي نهى ان احنا نسمي ايه الخمر، ان نسمي العنب كرم، لان كان زمان العرب بتزرع عنب مخصوص عشان تستعمله تبقى خمر، لان كان حياتهم كلهم هم يحبوا ايه الخمره والشعر والنساء والقمار، ويقتلوا بعض ويضربوا بعض ويعبدوا الاصنام، هي دي كانت حياتهم قبل الاسلام، ما قالوش الا كده، فربنا نجاهم يعني برسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبه المساقات تصح على النخل ولو ذكورا، ان الذكور يصح مش هيمسك سمك. ما هو يتفق بقى معاه يا ادوار، يعني ما يتفق، لان خد بالك ان النخل الذكور ليه بيتزرع؟ ما هو كل واحد عنده نخل اناث هياخد الطبع منه، هيشتريه منه، مش هيبيع برضه بس هيبيع طبع،
مش هيبيع بقى يبقى يكسب برضه. والا يعني احنا لو لغينا ذكور النخل طب ما مش هيجي لنا تمر، فاهم؟ او هيبقى ايه خسره، يطلع لك التمر مش حلو بقى كده وحش. بيسموه تأبير، تلقيح النخل يسموه تأبير النخل. وقد ورد النهي عن تسمية العنب كرما، قال صلى الله عليه وسلم لا تسموا العنب كرما، إنما الكرم الرجل المسلم، هو ده الكريم صحيح، هو ده الرجل المسلم، مش الكرم اللي هو العنب اللي يؤدي إلى السكر اللي يؤدي إلى الكرم، ما ينفعش، مش هو دي الطريقة. وإنما سماه المصنف بذلك إشارة إلى الجواز لكون النهي للتنزيه. قوله فلا تجوز المساقاة على غيرهما تفريع على مفهوم قوله على شيئين فقط، والمراد أنها لا تجوز على غيرهما استقلالا، أما تبعا فتصح كما سيذكره الشارع في المزارعة الآتية، وإنما لم تجوز على غيرهما اقتصارا على مورد النص، ولأنه ينمو من غير التعهد غالبا. خد بالك ده السبب. قول كتين الى اخره، أيوة بالطيخ وخوخ وجوز ولوز وتفاح وعناب وسفرجل الى غير ذلك. قوله ومشمش بكسر الميمين، المصريين يقول لك مشمش، ويجوز في اللغه مشمش، ويجوز مشمش، كل ده ينفع. قوله وتصح المساقاة من جائز التصرف بيان لشرط المالك، وفيه إشارة لأن المراد من الجواز في كلام المصنف الصحة، ولو ذكره الشارح عقبه وعلق به الدار والمجرور. يعني قوله من جائز التصرف أن يقول بعد قوله والمساقاة جائزة، كان حقه يقول بعد والمساقاة جائزة، يقول من جائز التصرف بعد كده. إيه رأيه كده؟ أي صحيحة من جائز التصرف إلى آخره، لكن أنسى. إلا أن يقال أخره ليفصل به بين المتصرف لنفسه والمتصرف لغيره، فتأمل. قول من جائز التصرف فشرطه كالموكل، وشرط العامل كالوكيل، وسيأتي ذكرهما في كلام المصنف، ولذلك قال المحشي وفي ذكرهما هنا تكرر مع ما يأتي، ويدفع التكرار بأن ذكرهما فيما سيأتي ليس من جهة ركنيتهما ولا شروطهما بخلاف هنا. قول وصيغتها أي المعلومة مما مر ومما سيأتي، وشرطها كما في البيع إلا في التأقيت، فإنه يشترط هنا يعني الصيغة زي ما قلنا في الإيجاب والقبول في عقد البيع نفس الشروط ما عدا تشيل التأقيت، تثبت التأقيت هنا وهناك ما تثبتوش في البيع، يعني ما ينفعش تقول له هبيع لك سيارتي لمدة سنة، ده يبقى اسمه عقد إيجار، يبقى ده مش بيع، البيع يبقى الملكية كاملة، فهمت؟ عشان كده إيه تشبه إيه؟ الصيغة بتشبه من حيث الإجابة والقبول في عقد البيع ما عدا التأقيت، هنا لازم يبقى في تأقيت. فإنه يشترط هنا، وظاهر صنيع أن الصيغة هي الإجاب فقط وليس كذلك، بل هي مجموع الإجاب والقبول، اللهم إلا أن يقال أنه فعل هكذا اهتماما بالإجاب ثم صرح بشرطية القبول لدفع توهم الاكتفاء بالإيجاب كما في الوكالة. يعني في الوكالة يجوز تقول الواحد وكلتك والتاني يسكت وخلاص، مش شرط يقول قبلت، وتصح عقله، قال لك بس لك في المستقى لازم نسمع قبلت، واضح؟ لأن عقد الوكالة عقد إيه؟ عقد جائز، إنما دي عقد لازم، فلازم أتأكد. ونحوها وليس المراد هنا. وقول ساقيتك على هذا النخل أي أو على هذا العنب، وقول أو سلمته إليك لتتعهده هذه صيغة ثانية، وقول ونحو ذلك أي كعملتك على هذا البستان بكذا، ويشترط قبول العامل أي بأن يقول قبلت أو نحو ذلك، وقول ولها أي لصحتها، فالكلام على تقدير مضاف والضمير راجع للمساقاة كما أشار إليه الشارح بقول أي مساقاة، وقول شرطان مبتدأ خبره الجار والمجرور قبله. نقف على الشرطين دول نكمل في المرة الجاية ونخلص، كان بودي نخلص المساقاة كلها النهاردة بس أنتوا تتعبوا مني وأنا كمان بتعب معاكم. بس تملي الفقه ما تاخدوش حتة كبيرة في قعدة واحدة.
العقل بيمل في الاخر تلاقي نفسك ما فهمتش. فنخلي الشرطين دول المره الجايه نبقى نقف على وقول ولها شرطان. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك اليك وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. وجزاكم الله خيرا.